العشرة وخمسة وعشرين دقيقة على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم كجدو الترحاب والتحية الصباحية على كل المستمعات المغربية الحدقات اللي مرافقنا دائما ويوميا مع فقرات متنوعة. نمشي مباشرة لشيوات ليلة مولاتي عند المستمع الوفية نعيمة أم عليا وعبير ونتعرفوا على أهم الاقتراحات اللي غادي توجينا اليوم. صباح الخير نعيمة. صباح الخير سناء. صباح النور. لا بس الحمد لله. الله يبارك فيك. الحمد لله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. سمنو لك صباح مبروك انت وكل الأسرة ديالك ومرحبا بتواصلك معنا اليوم. بارك الله فيك سناء. كي داير الحاجه امينه بارك الله فيك. الحمد لله عليها بزاف. بارك الله فيك. مرحبا بسلامك. شكرا. نبدا بواحد التحيه سناء باش يقعد لنا الوقت. يلا واخا. كنسلم على ماما وبابا والزوج ديالي يوسف وبناتي عبير وعليا والصديقات ديالي بشرى من القلعه وناديه من فاس وسناء العنباري وليلى ام ياسين والجميع من يعرف نعيمه ام عبير وعليا من كازا. ايوا واخا. اليوم عندي اليوم ايه تفضلي. عندي بزاف ديال الاقتراحات غنبقى نعطيك حتى تقول لي انت صافي. واخا على حسب الوقت. يلا تفضلي. هذاك سيدي كاين. غنبدا لك بقاليت ديال درهم. ايه عرفتي سناء اللي كيتباع في المحلابه راه تيكون ماغون بحال مشرط من الفوق. هذاك راه كتقولي هو. واخا. فيه ربعه ديال البيضات. ايه كاس صغير ديال الزيت. جوج كيسان معمرين في السنيده. جوج معالق كبار ديال العسل. معلقه صغيره عامره قرفه. جوج خمارات. الفرص حسب الخليط تقريبا من ربعة الكيسان حتى الخمسة على حسب الفرص. في إناء كتخدمي الكل وما تكونش قاصحة بزاف. واخا إلا سمحتي عافاك نعاودوا المقادير باش تكون فرصة عند الأمهات إن شاء الله يجربوهم. ربعة البيضات. كاس صغير ديال الزيت. جوج كيسان معمرين في السنيدة. جوج معالق كبار ديال العسل. معلقة صغيرة عامرة قرفة. تكون عامرة. جوج خمارات. فورت حسب الخليط قلنا من ربعة الكيسان حتى الخمسة. في إناء كنخدمو كل شيء وما تكونش قاصحة بزاف وحيت هي كتبدا تلصق كندهن اليد ديالنا بشوية ديال الزيت ونشكل منها كرات ما يكونوش صغيورين يكونوا شوية كبار وتشطيهم في لاطا فيها سيل فغيزي وتبسطيهم شوية بالأصابع ديالك باش ما يجيناش غليظة بزاف وتزوقيهم بالفورشيط من الفوق بالشكل اللي بغيتي. بغيتي بشكل دائرة ولا بشكل هكايا مربعات يجيوك من الفوق ودخليهم يطيبوا على 180 درجة لمدة 15 دقيقة وتشعليه الفوقاني حتى يتحمروا. هادو راه كيتهنوا من الفوق ما والو يعني كيتحمروا هكاك بهذيك السنيدة اللي فيهم العسل. يعني غير سنيدة ونرشو من الفوق بسنيدة صافية. لا 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 ما يدهنوا ما والو هذيك السنيدة اللي فيهم الداخل والعسل اللي فيهم الداخل اللي كيخليهم يتحمروا من الفوق. هكذا. اللي فيهم جمع الكبار ديال العسل مع سنيدة مع جوج كيسان ديال سنيدة. هكذاك. هما اللي كيخليهم يتحمروا. وقلتي نشعلوا الفران الفوق حتى يتحمروا ياك من الفوق. تخليهم 15 دقيقة كيطيبوا على 180 درجة. صافي تفل تحتاني وتشعلي عليهم فوقاني حتى يتحمروا. واخا. هادو بالنسبة للاقتراح ديال الكاليت الله يعطيك الصحة. بارك الله فيك. عندي واحد الحريشات صغار في المقلى ضربيهم الحاجه امينه سناء ما عمرها ما بقات تقول لك ديري شي حاجه اخرى. واخا مرحبا. راه كيجي بحال لي باتيسري واني احسن فهمتيني. كتشدي نص ربعه ديال الزبده العاديه تذوبيها وتخليها تحطيها وتخوي عليها جوج كيسان صغار ديال الزيت وتاخذي كيلو ربع ديال السميده رقيقه تعمليها في الكفريه وتبسيها بهذا الزيت والزبده يعني حتى كتولي كل شبه لقطاتها وتنقصي منها زلافه صغيره غنحتاجوها للتكراس من بعد وهذيك السميده اللي بقات لك في القصريه كتضيفي عليها سته المعالق كبار ديال السميده كاس صغير ديال الماء دافي مذوبه فيه 10 دريال ديال خميره الخبز تقريبا كيجيو شي جوج معالق هكا عامرين. واخا لا سمحتي نعيمه غير بشويه باش المستمعات يركزوا معنا. اييه شنو نعاود من الاول ولا غير الطريقه؟ واخا الا كان ممكن قلتي لنا نص ربعه ديال الزبده ياك عاديه ذوبيها مع جوج كيسان صغار ديال الزيت وتزيد على جوج كيسان صغار ديال الزيت وتاخذي كيلو ربع ديال السميده رقيقه كتعمليها في القصريه وكتبسيها بهذه الزبده والزيت اللي ذوبنا وكتنقصي منها زلافه صغيره كتحتاجوها للتكراس وهذيك السميده اللي بقات في القصريه تزيدي عليها سته المعالق كبار ديال السنيده كاس صغير ديال الماء دافي مذوبه فيه 10 دريال ديال خميره الخبز كتعطينا تقريبا جوج معالق كبار حتى كتذوب مزيان في هذاك الماء هذا كتخويه على الخليط وكتزيدي مليحه وكتجمعيها بنص سيترو ديال الحليب دافي وعينك ميزانك يعني على حسب السميده خاصها تكون خفيفه وماشي جريئه عاوتاني يعني عاد تكون خفيفه نيت وتخليها في هذاك ديريها في اناء وتخطيها بواحد البلاستيكه وتخليها 30 دقيقه كترتاح
من بعد تعملي منها كرات صغار كتسمدي الوجه ديالهم بجوج فهذيك السميده اللي خلينا اللي نقصنا ديك الزلافه اللي نقصنا هذيك الزلافه اللي نقصنا وطيبيهم في مقله ديال الوجده بالمساعده بهذاك الدور اللي كيتباع ديال الحرشه اييه طيب المقله وتديري فيه الكره وكتبسطيها بهذاك الغطاه ديالو صافي وكطيبيها من الجهتين باش كتجي محمره راه كتجي غزاله انا واخا كتبرد كتبقى رطبه وزوينه من يعطيك الصحه الا سمحتي نعيمه بديك الزلافه اللي نقصنا غير ديال السميده رقيقه بوحدها ماشي مخلطه بالزيت والزبده لا حيت بسسنا السميده مع الزيت والزبده ملي كتبسيها وتكملي عاد كتبسي هذيك الزلافه هكاك فيها زيت وزبده يعني واخا نقرصو نقرصو هكاك بالسميده اللي فيها الزيت والزبده ياك اييه كتحدا كتسمدي الوجهين بجوج هكا كره وكتشطيها في هذاك الدور مباشره في المقله وكتوركي عليها بهذاك كتكون فيها السميده من تحت من الفوق واخا فهمتيني اييه غنعطيك بسبوسه ليبيه هذه عطاتها لي عندي ساكنه في ليبيا اييه تحياتنا لها بارك الله فيك فيها جوج كيسان ديال السميده رقيقه كاس ديال الفورس جوج كيسان السميده رقيقه وكاس كاس ديال الفورس اييه دقيق الفورس كاس ديال الحليب مسوس اييه كاس ديال الفنيده الحليب مسوس كتكلم هذاك اللي كيتباع في الحك صغير اييه الغير محلى هذاك اللي فيه البيض والزرق اييه كاس ديال الفنيده كاس الزيت ما عامرش بزاف واحد خماره ياك ما كنزربش انا واخا حنا غادي نعاودو جوج بيضات غنعاود المقادير جوج كيسان ديال السميده رقيقه كاس ديال الفورس كاس ديال الحليب مسوس كاس ديال سنيده كاس ديال الزيت ما عامرش بزاف واحد خماره وجوج بيضات اييه كتخلطي السوائل وكتضيفي عليها النواشف وكتعمليهم في مول دائري كطيبيهم عادي بحال غطيبي كيكه كطيبيها في فرن 180 درجه لمده 25 دقيقه كتطفي من التحت وكتشعلي عليها الفوق حتى كتحمر لك اييه كتحضري القطر ديالهم هما هو السيرو ديالنا حنا جوج كيسان ديال سنيده كاس ديال الماء هادشي بقياس العنبه معلقه ديال عصير الحامض اييه تخلي هادشي حتى يغلي مزيان ويبان لك السيرو بحال بدا كيختار شويه ماشي بزاف غير شويه تخليه باقي جاري وتضيفي ليه جوج معالق صغار ديال الماء زهر اييه في البوطه وتخليه حتى كيبرد وتسقي بيه البسبوسه وهي سخونه من الفران خارجه واخا كيبان لك راه ولا عايم عليها من الفوق يعني كتشربها بزاف راه كلها كتشرب وكتجي زوينه من الداخل وفازقه الله يعطيك الصحة ليك والعمة ديالك ليبيا خونجلة تحية كبيرة أكيد إن شاء الله المستمعات يجربوا هاد البسبوسة وهاد الاقتراحات اللي قدمتي لنا لا والله أنا هاد الشيء اللي عطيتك راه مجرباه في داري وكنعطي لك يعني 100% كيتقبل من المرة الأولى واخا إن شاء الله عندي واحد ياغورت ساهل بحال ياغورت كيقولوا بعد مرة تصيبي الحليب نص خليها هذا ما كتصيبي ما والو كلشي كتخلطي في مرة واحدة وكديري في الكوكوط واخا نتبعوا معك واخا عندنا إكر ديال الحليب واحد ياغورت فاني خمسة معالق كبار ديال السنيدة اللي ما كيبغيش يشلو بزاف يقدر ينقص يدير أربعة واحد صاشي ديال حليب غبرة ديال جوج دراهم ونص كديري الكل في إناء وكتخلطيها غير بالفوي بالتراب هكا اليدوي بالتراب اليدوي من بعد كتعمليهم في كؤوس كيجيو تقريبا سبعة أو ثمانية صغار كيخرج لنا تقريبا سبعة حتى ثمانية كيسان واخا وكتشدي الماء كتغليه مزيان حتى يولي طالق السبوله ديالو كتعمليه في الكوكوط وكتحطي فيه الكيسان ومن الاحسن يكون شي كاس اللي مجرده ما يتفرقعش من الكوكوط اييه فهمتيني كتحطيه ويكون الماء تقريبا فايت النص ديال الكيسان اييه واخا فهمتيني وتسدي عليه الكوكوط وتغطيها بواحد المانطا سخونه وتحطيها في مكان دافي في الكوزينه هكا فوق الطبله ولا ما يكونش كرخانه بارده ولا شوفوا دابا معايا خليها ليله كامله اييه مع الحراره دابا هاد اليامات هي غادي دغيا بحال دابا الا درتيه في الصباح في العشيه صافي خشيه في الثلاجه والصباح ان شاء الله غادي يكون واجد اييه يعني كيف قلتي لنا هذا ما فيش هذا بارد وهذا سخون يعني اطرد الحليب يعني مع إطرد واحد ياغورت فاني وخمسه المعالق ديال السنيده على حسب الحلاوه اييه وصاشي ديال الحليب صغيره ديال الحليب غبره كتخلطي هادشي بالفوي وكديريه في كيسان تحطيه في كوكو كديري ليله كامله هكا مغطي بمانطا الصباح كتخشي في الثلاجه كيولي عاقد ومزيان واخا عندي واحد الرايب كنقولوا ليه رايب ديال الاخوان حنا كنا كنقولوه يعني كيتباع حدا المساجد كيتباع في دوك القراعي ديال الاطرونس واخا راك تعرفي انا اييه واخا انت هذا كيجي بحالو فيه اطرو ديال الحليب عادي اطرونس ديال الحليب
لا اطر واحد اطر ديال الحليب عادي ايه. ولا الحليب ديال البقر ايه. في واحد فاني واحد فاني ثلاثة حتى ربعة المعالق كبار ديال سنيدة على حسب الذوق ديريها ثلاثة الحوايج في البوطة فوق البوطة في كاسرونة حتى يفيض حتى يقرب يفيض ايه. وطفي عليه البوطة ويدفالي ناعير شوية كتاخدي منه كاس كتضيفي ليه واحد ياغورت فاني واخا الا سمحتي غير يدفى هذا الخليط ناخذو منه كاس ياك ماشي يدفى بزاف غير يدفى شويه يدفى شويه كتاخذي منه كاس كديري في شي اناء كتزيدي عليه واحد ياغورت فاني وواحد خماره كتخلطيهم بالفوي وكتضيفيهم على ذاك الخليط الحليب الاولاني وتحركي كل شيء بالفوي حتى يتخلط مزيان وتعمليهم في قرعه هذوك الدنيس ديال الايترونات ولا وتكمديها في شي زيت هكا صغير ولا مانطا سخونه وتحطيه حتى هو في مكان دافي هذا تقريبا عشرة ست سوايع كيكون واجد يعني من بحال ست سوايع او تخليه ليله كامله انت في الكوزينه والصباح عمليه في الثلاجه واخا على حسب على حسب ما تبعنا معك نعيمه اللي سمحتي قبل ما تعطينا الملاحظات قلت انا ايترو ديال الحليب ياك مع ساشي واحد الفاني مع ثلاثه المعالق كبار ديال السنيده هادشي كله نديروه على عافيه مهيله ونديروه يعني في كاسرونه يطيب قلت انا حتى يفيض حتى يقرب يفيض ياك تفعلي البوطه تفعلي في بوطه ونخليوه يدفى شويه ونهزو منه كاس هكاك ايه هذاك الكاس اللي هزينا غادي نضيفوا ليه واحد ياغورت فاني وخمارة واحدة ديال الحلوة ونخلطو مزيان خلطي بالفوي وضيفيهم كلشي ديال الحليب الاخر اييه واخا ديريهم في قرعه وديريهم بواحد المينطه هكا سخونه وتخليهم في الكوزينه يعني من ست سوايع من الفوق يعني تقدر تخليه حتى ليله كامله الصباح كتعمليه في الثلاجه ملي كدوي تحسي به برد مزيان ملي كتبدي تكبيه في الكاس فلا راه كيكون خاطر ماشي قاصح يعني كيكون تكون خاطر وداك الخيط ديالو ملي كتكوني تكبيه ما كيتقطعش لك كتبقاي عاد كتهزي ديال القرعه عاد كيتقطع الله يعطيك الصحة اييه واخا عندي واحد الفرماط ديال الدهن كيجي رائعة سنة يعني بحال اللي كيتشرى فهمتيني يعني بعض المرات كيدير 27 درهم 30 درهم في كاس هذا تقريبا كيخرج لك كاع جوج كيسان ثلاثة من هذا فهمتيني كتاخذي ثلاثة إيترو ديال الحليب العادي اييه اللي كيتباع عادي عندنا حنايا ديال السيترون ثلاثة إيترو كتعمليه في كاسرونة يغلي مزيان كتطفي عليه البوطة وكتضيفي عليه ثلث الكأس ديال العنبة فيه مسحنطه معصوره والباقي ديال ذاك الثلث كديري خل ابيض فهمتي سنة؟ يعني الثلث ديال الكاس يكون في عصير الحامض تعصري فيه نص حامضه وهذاك الباقي ديال ذاك الثلث كديري خل ابيض واخا فهمتيني؟ وكتخليه واحد 15 دقيقه ما تحركي ما والو كيبان لك بانه الحليب راه تكلل ولا الحليب معزول على الماء يولي بحال ما شفاف يعني هذا العصير الحامض مع الخل غنضيفوا الحليب ياك اللي فيضنا ونخليه بلا ما نحركوا ما والو بلا ما تحركيه كتخليه 15 دقيقة يبان لك الحليب تعزل على الماء ما نطفيو البوطة حتى نكونوا خلطنا ذاك العصير الحامض والخل مع الحليب يعني كتكبيه عليهم غير تكبيه عليهم صافي خلطيه واحد شوية وطفي البوطة خليه 15 دقيقة هكا فوق الرخامة حدا في الكوزينة فهمتيني ومن بعد ملي كيبان لك تكلل وتعزل الحليب على الماء يولي الماء شفاف كيبان لك تاخذي واحد الزافه كبيره كتحطي فوق منها واحد الزيف فهمتيني يعني ذاك الزيف يمكن يدوز لنا ذاك الماء ديال اللي في الحليب فهمتيني صافي وكتكبي فيه هذا الخليط وتخليه يتقطر مزيان ما تخليهش تينشف سنة يعني هو باقي يعني عيد تقطر لينا وهو باقي شويه سخون كديريه في الخلاط اييه كتضيفي عليه 60 غرام ديال الزبده مليات الفرماجات مكلسين وغير شويه ديال الملح وعصير ديال نص حامضه اخرى عاوتاني هاد نص حامضه يعني ملي كتزيديها كيبحال كتعقم لينا هاد الفرماج يعني ملي نحطوه في الثلاجه ما كيخسرش لينا طبيعه دابا بزاف ديال المستمعات اللي كيعجبهم انهم يوجدوا هاد الفرماج للدهن ولكن للاسف الملاحظه اللي كنلقاو على انه داك الطيبه ديال الحامض كتجي غالبه لا لا هذا كيجي زوين كيجربيها سنة وغادي تشوفي داكشي علاش خصنا نتبعو معاك يعني بالنسبه لعصير نص حامضه يعني تكون غير عصير صغير يعني غير شويه في المره الثانيه حامضه صغيره يعني نص ديالها كديري في الاول هذاك الحليب والنص الاخراني كتعصريه حتى الاخر مع الخلاط فهمتيني كتخلطي الكل في الخلاط وكديري في القراعي معقمه وكتعمليه في الثلاجه ليله كامله والصباح راه كتجربي يعني كيكون تقريبا شحال كيبقى هذا المده ديالك ومع الوليدات تبارك الله فعلا
وخلي بغى مثلا يجرب كيف ما عطيتينا هذا الفرماج، يعني عطيتينا الكميه اللي كيخرج لنا بزاف، ياك 3 لتر ديال الحليب كتخرج لنا كميه كثيره باش نبدا. كيبغى كميه قليله بحال دابا ديك 3 لتر كيقسمها ايطوات، بحال دابا يدير كل ايطرو بوحدو غادي تشوف شحال غادخل فيه من الفرماجات شحال، فهمتيني؟ هكذاك واخا 3 ايطرو كديري كل ايطرو بوحدو، بحال دابا غادي ديك ثلث كاس ديال الحامض والخل، يعني كتكون هي عبره تعبارو بالمعيقات تولي كتقسمها على حسب الايطروات باش ما يجيهاش عاوتاني كثير بزاف. واخا اييه السيده تبارك الله عارفين اش كيديروا. الله يعطيك الصحة. حاجة سناء ولا صافي؟ شنو مازال عندك إلا كانت شي؟ عندي شريشات صغار بزيت العود. يلا واخا نختموا بهم. حتى أنا بغيت اليوم نعطيك غير شريشات وهكا. أي لا لا. يعطيك الصحة اختاريتي لنا يعني اقتراحات تميزين. يعطيك الصحة تبارك الله عليك. تفضل. هاد الشريشات صغار بزيت العود كنحتاجوا ليهم نص كيلو ديال السميدة رقيقة. أييه. كاس ديال زيت العود. هاد كاس ديال زيت العود هو اللي كنبسس به هاد السميدة. كنبقى نبسس هكا بصباعي بصباعي حتى كيدخل في هاد زيت العود كله في السميدة الرقيقة. كتزيدي شوية الملح، جوج معالق كبار ديال الحليب دافي نكون مذوبة فيه، جوج معالق صغار ديال خميرة الخبز، واحد خمارة، ربعة المعالق صغار ديال سنيدة، وكاس الماء دافي تقريبا يعني كاس زايد ناقص على حسب السميدة. فهمتيني؟ كتخلطي كلشي وتحطيه في واحد الإناء بلا ما تحتاج لا يرتاح لا والو، غير تحطيه كتسخني المقلاة ديال الوجدة وكتقدري تورقي هاد حيت كتجي شوية مجموعة ماشي كتجي جارية بزاف. كتورقيها وكتديريها بالدور، كتشميها بداك الدور ديال الحرشة على حسب الكياس اللي بغيتي، بغيتيهم كبار ولا صغار. صافي وكتكمدي الوجه ديالهم والظهر في سميدة رقيقة وتحطيهم في المقلاة ديال الوجدة. الله يعطيك الصحة. من جهتين باش كيجيو محمرين. محمرين تبارك الله عليك نعيمة، كنشكرك بزاف على هاد الاقتراحات اللي وجدتينا اليوم. تبارك الله عليك ونتمنى أنك تكون على خير دائما أنت والأسرة ديالك مشكورة. نعيمة أم عليا وعبير على هاد الاقتراحات اللي قدمتي لنا اللحظة، ونتمنى أنكم تكونوا يعني سجلتوا معنا.